أعلن برشلونة أن لاعبه الأرجنتيني خافير ماتشيرانو يعاني من إصابة في فخذه اليمنى. النادي على موقعه الرسمي أشار إلى أن ماتشيرانو لم يشارك في لقاء لاس بالماس إثر انسحابه من تمارين الإحماء على ملعب غران كاناريا، وقال أن الإصابة ليست خطيرة، في حين ذكرت تقارير صحفية إمكانية غيابه عن بقية مباريات الموسم. ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن النجم الكولومبي خامس رودريغيز لاعب ريال مدريد قد توصل إلى اتفاق مبدئي مع مورينيو للانتقال إلى مانشستر يونايتد. الصحيفة أشارت إلى أن مشاركة الكولومبي خامس رودريغيز ضد إشبيليا انتهت بعد 60 دقيقة. قام على إثرها المدرب زين الدين زيدان باستبداله ليغادر الملعب، وكأنه يوجه رسالة وداع لجماهير سانتياغو برنابيو.